ربنا يوفقه اللي ما نجحش يقدر يرجع النادي هو براه زي ما احنا بنعمل، واتمنى ان اللي ينجح كلنا نقف معاه حتى لو ربنا ما وفقوش. اي حد يقدم طعن على انتخابات الزمالك بيحب روح ما بيحبش نادي الزمالك. راي حضرتك في العمليه الانتخابيه؟ زي الفل ماشي، ناس محترمه ودايما انتخابات الزمالك كده يعني ارقى ناس في مصر.